كل تشتت. دخول ممتاز للريف الغربي حماية من هالميليشيات الأسد والشيعية. يدعمونا الجيش الحر بالصواريخ وهيك. الجيش الحر هو بيكفي ووفي. عنا الجيش الحر الصلاة عنا بيموت بيعرف المنطقة أكثر من الجيش التركي. الجيش التركي عبارة بس يأتي محل نشوف الطيران بيجي لا لا نحن ما منا إياه يجي منا إياه. يدعمونا الجيش الحر بالصواريخ كرمال الطيران وبس. راح الشعب يحس بالأمان هون، راح يخف القصف، بيخف نحن عملنا كمنظومات إسعاف ودفاع مدني، بيخص عملنا، بيخف الضغط علينا على شغلنا. اللاجئ هون صارنا شي 20 يوم بالنزوح الأخير يعني، ويعني يسوي لنا مطالبنا شغلون، وإحنا بدنا بلادنا أهم شي يعني. غل شيء يصير عندنا امان بهالبلاد يعني هنا، لانه وين من رحنا الطيران عم يضربنا بالليل وبالنهار. تفرج شايف الجوادر والقيم هاي ساكنين بيها، يا الله وكلك لا تحمي من شوب ولا من برد ولا من رصاص ولا من. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ايش بدنا نسوي؟